قلت تعالى يا ابني انت راح فين؟ كان ابويا قايم من النوم والله يا باشا، تعبان عمال يضرب فينا ويصوت، وامي عايزه تكسب، فنزلت جبت لها اريال من الصيدليه عشان ابويا ياكل. اه بس جبت ايه؟ اريال من الصيدليه. عشان ابوك ياكل. اه فين الصيدليه دي؟ الصيدليه دي انت جاي منين؟ إيه؟ جاي كده. الصيدليه فين؟ انت جبت صيدليه؟ رحت خلاص؟ خلصت. اه طب فين الاريال؟ ما قال لي هبعته لك مع الدليفري عشان في الهواء ده ممكن يبرد وامي تضربه. انت شارب ايه؟ شارب حاجه مش متاكد؟ طب انت عارف احنا فين؟ فين؟ قول لي انت عارف احنا فين؟ ايوه في ايه؟ في كورونا في البلد. طب قلت لي انزلك. ما انا بقول لك يا باشا عشان اجيب ريال بس في السجلية. السجلية تمام؟ جميلة. ها؟ الصف حلو. الصف ايه يا باشا؟ انا ما بشوفش حاجة. متأكد ما تشوفش حاجة؟ اه. فين الاريال؟ السجلية. طب فين ما جبتوش ليه؟ ما هو الدكتور قال لي هبعتهولك مع الراجل بتاع الدليفري عشان ما يبردش. لا تمام. طب انت هاخدك انا بقى معايا دلوقتي بقى ايه وناخد منك 4000 جنيه اشتهيت شاب جميل. خد فين 4000 جنيه؟ خد فين؟ اه ما هي 4000 جنيه وكنت قعدت هنا يا باشا. تروح فين طيب؟ كنت هسافر اروح في اي حته بره مصر، اروح الشرقيه. تروح فين؟ الشرقيه. الشرقيه ما هي جوه مصر برضه الشرقيه دي يا ابني. لا يا باشا الشرقيه مش جوه مصر. مش جوه مصر؟ الشرقيه دي هو اللي بيحكمها بيحكم مصر؟ اه. كنت هروح اي حته تانيه غير الشرقيه. تروح فين؟ بورسعيد. ما برضه جوه مصر. الاثنين؟ ما شفت بقى معلش. الشرقية وبورسعيد جوه مصر؟ طب مش دارس تاريخ ولا ايه؟ هروح في أي حتة بقى مش هتفرق. أي حتة بره مصر، الشرقية، أي حتة، أي مكان. أي مكان. ولا جميلة للصفة دي. مش الصفة ولا مش ولا جميلة للصفة، تعالى معايا بس كده. ماشي.